نقاش الظاهرة الإخبارية. وكما أشرنا في بداية موعدنا الإخباري، إذن سنقف عند مخرجات اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أمس الأحد. بطبيعة الحال سنقف إذن عند الشق القانوني، وسنقف بخصوص قانون الإجراءات الجزائية، وأيضا إذن سنقف حول قانون العقوبات، ونقف أيضا عند أوامر رئيس الجمهورية بالتعديلات على قانون العقوبات لمحاربة الظواهر الاجتماعية السلبية. مباشرة أرحب بالضيوف الكرام، السيدة فريدة عمري المحامية، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم سيدتي وبكل مشاهدي قناة شروق. أهلا بك معنا، وأرحب بك الأستاذ نين بن كراودة المحامي، مرحبا بك معنا. شكرا على الاستضافة وأهلا بضيفتك الكريمة وزميلتي. أهلا بكم معنا أستاذ الكرام. أبدأ ربما معك سيدة أمين بن كراودة فيما يخص أوامر رئيس الجمهورية لمحاربة كل الظواهر الاجتماعية السلبية، قراءتكم القانونية لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء في الشق القانوني. والله القراءة القانونية نلاحظ أنه مجلس الوزراء عدة مرات يجيب بتعديلات لعدة قوانين، سواء قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية. هذا إن دل على شيء يدل على أنه يوجد ديناميكية للتقدم نحو الأمام لتتواكب مع الواقع المواطن الجزائري الكل بما فيها الإيجابيات والسلبيات، وأنه إيجاد واستحداث قوانين لردع الجريمة كما أتيحت الفرصة لذلك. يعني أنه يوجد إرادة سياسية للتوجه نحو الأمام من خلال إيجاد نصوص قانونية ناجعة لمكافحة كل الظواهر. فيما جاء في بيان مجلس الوزراء، أولا فيما يخص مكافحة كل تزوير بأشكاله، التزوير عادة في قانون العقوبات ومعرف على أساس من مادة 222 وما يليها. يوجد تزوير في المحررات الإدارية، يوجد تزوير في المحررات الرسمية، يوجد التزوير الذي يعني يكون مكيف على أساس أنه جناية، يوجد تزوير على أساس جنحة. لكن الفكرة العامة التي جاء بها بيان الوزراء أنه لا يستهان بالتزوير. وهنا أضرب مثال ليس ببعيد عنا، أنه جاء في التصريحات آنفا فيما يخص مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، التصريحات الكاذبة التي وقعت فيما يخص الحصول على السكنات، سواء السكنات الاجتماعية أو سكنات عدل. يوجد يعني أنه يوجد فئة، ليس نقول كل المواطنين، لأن يوجد فئة من المواطنين التي تستهين بالقانون، تستهين بالإدارة من خلال القيام بتصريحات كاذبة أمام الإدارة على مستوى المكاتب أو التحريات الإدارية. وبالتالي الرسالة الموجهة من بين مجلس الوزراء أنه من اليوم فصاعدا لا يمكن الاستهانة بذلك، وتم ذلك من خلال على سبيل المثال كذلك ما حدث فيما يخص محاربة المضاربة. أنه لاحظنا أن الدولة عندما قررت محاربة المضاربة كانت المتابعات بدون هوادة، رغم أنها يوجد فيها إيجابيات وسلبيات. نظن أن القانون هذا كذلك سوف يرجع الأمور إلى نصابها، لأنه كانت مدة سابقة عشنا في بعض الفوضى القانونية. الجرم حاضر، القانون حاضر، لكن المتابعات غير موجودة، لأنه المواطن دأب على أنه يوجد تزوير في بعض الحالات عادي، أمور عادية، الحصول على شهادة طبية مثلا مزورة، عدة جوانب من حياة المواطن الجزائري يجب هذه الأمور تتغير للقضاء على كل ما هو يؤدي إلى السوق السوداء بصفة عامة. طيب دائما في ذات السياق، ربما نأتي إليك الآن سيدة فريدة عمري، نتحدث ربما عن أوامر رئيس الجمهورية فيما يخص ربما مكافحة التصوير بكل أشكاله. الرئيس أمر بتجديد العقوبات، ربما عقوبات صارمة في رأيكم وفي قراءتكم القانونية، ربما ما هي العقوبات الصارمة التي يجب وضعها اليوم لوضع حد لمكافحة هذه الجريمة أو الآفة؟ نعم أستاذ، ربما عطفا على سؤالكم وعلى تدخل الزميل المحترم، علينا أن نتفق جميعا على أنه لا استقرار في المنظومة المجتمعية ما لم يكن هذا الاستقرار محفوفا بترسانة قانونية بإمكان هذه الأخيرة أن تعيد القاطرة المجتمعية إلى مسارها الصحيح. منذ سنوات والمؤسسات القضائية والأمنية تقدم إحصائيات توصف بأنها ثقيلة وخطيرة عن جرائم التزوير، بالنسبة لنا كحقوقيين نراها على جانب من الخطورة، خاصة وأنها لا تمس فقط الجانب الأمني والمجتمعي بقدر ما تمس سيدتي الكريمة خزينة الدولة. أقول هذا الكلام بالنظر إلى استعمال المزور في عديد من الملفات القضائية من أجل التهرب ربما من تسديد الغرامات القضائية، مصاريف قضائية، شهادة الاحتياج التي أصبحت يتم التزوير فيها بشكل مبالغ فيه من أجل التخلص من بعض الحالات القضائية، وما خفي أعظم وقوفا من الدولة الجزائرية على كل غاية سيما. وقلت لك أنه في إحصائيات ثقيلة من طرف المؤسسات الأمنية والقضائية
كان لابد أن تضع الدولة الجزائرية الأصبع على الجرح وتقول أنه كفانا استهانة بجرائم التزوير واستعمال المزور. هي نعم الجريمة موجودة في قانون العقوبات منذ استقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، هي موجودة، ولكن للأسف العقوبات لم تتغير. لكم أن تتخيلوا سيدتي أنه في القسم الخاص المتعلق بالجرائم ضد الشيء العمومي في فصل كله يتحدث عن التزوير واستعمال المزور، هذا التزوير الذي يتراوح ما بين أنه يستهدف محرر عمومي، يستهدف محرر إداري، ويستهدف محررات رسمية. مؤخرا فقط انطلقت قضية عبر أحد مجالس الوطن حول مواطنين قاموا بتزوير شهادات الاحتياج من أجل التخلص من الإكراه البدني. يعرفون لما الإكراه البدني لما يكون المواطن مدين لجهة معينة ووكيل الجمهورية يباشر إجراءات التنفيذ عليه العيني، يقول بلي أنا ما عنديش منين نخلص لكم يا دولة اللي راك تسالوني دراهم، ما عنديش منين نخلص. يروحوا يزوروا شهادات الاحتياج اللي يرفض السيد رئيس البلدية أنه يعطيها لهم، لما يقدمها إلى المصالح المعنية راح يتخلص من كل تبعات ذلك الدين. وشكون هو المتضرر؟ هو خزينة الدولة اللي يفترض أنه هذا الإنسان يخلص نتيجة السلوك الإجرامي، أو المواطن اللي يكون عنده دين في ذمة الجاني. انطلاقا ربما من خطورة هكذا جرائم، قلت لك أنه لم تتغير العقوبات تقريبا منذ سنوات، حتى أنه المشرع الجزائري حتى بالنظر إلى خطورة هذه الجريمة سيدتي الكريمة لا تزال العقوبة تتراوح لما يتعلق الأمر بمحرر إداري من 6 أشهر إلى 3 سنوات، يستفيد منها أغلبية المتهمين عفوا. وزميلي المحترم راهو حاضر في هكذا قضايا، يستفيد من ظروف التخفيف ويستفيد من العفو اللي في كل سنة يقره السيد رئيس الجمهورية بوصفه القاضي الأول للبلد. لما يتعلق الأمر بالمحررات الرسمية لتصدر عن الهيئات والمرافق الرسمية، تكون يتم رفع سقف التجريم إلى جناية والعقوبة من 10 إلى 20 سنة. لكن مع ذلك سيدتي الكريمة ما هيش رادعة. نقول لك على ما هيش رادعة، في لما انطلقت جهود الدولة الجزائرية إلى مكافحة ظاهرة الفساد، أغلبية الناس الفاسدين اللي عرفوا أنه راح تطالهم يد العدالة، أول شيء داروا أنهم قاموا بتزوير جوازات السفر من أجل تسهير هروبهم من الدولة الجزائرية اللي ربما أحكمت كل المداخل والمخارج على الدولة باش تمنع فرارهم. قاموا بالاستعانة ببعض الناس من خارج الوطن بتزوير جوازات السفر. جواز السفر سيدتي الكريمة ليعبر على هيبة الدولة، العقوبة فيه ما تتجاوز 3 سنوات. نفس الشيء بالنسبة بطاقة التعريف الوطنية، أمور من هذا القبيل لم تكن رادعة بما فيه الكفاية باش نعود الاستقرار للمنظومة القضائية والمنظومة المجتمعية. أعتقد أنه السيد رئيس الجمهورية ممثلا للدولة الجزائرية يقول هكذا تصريح بضرورة التسريع بتعديل قانون العقوبات السيامة في بعض الجرائم التي نستسهلها على خطورتها، إلا لما يكون قد لمس أنه في إحصائية ثقيلة قدمت لمصالح الدولة الجزائرية على أنه يتم استعمال المزور ويتم الاحتيال بوثائق من أجل الحصول على مزيات غير مستحقة أو على مكاسب غير مستحقة. لذلك في نظرنا كحقوقيين لابد من الإسراع في تعديل قانون العقوبات على النحو الذي يرفع سقف العقاب لما يتعلق الأمر بالوثائق الرسمية التي تصدرها مختلف مصالح الدولة، الوثائق الإدارية وحتى الوثائق العرفية، باش يعرف كل مواطن على أنه مش سهل ليك أنه تقوم بتزوير وثيقة باش تحصل على وثائق. جهود الدولة الجزائرية في تقويض هذه الظاهرة ومكافحتها سوف لن تأتي بأي نتائج ولو على المدى البعيد ما لم يتم الإسراع في تشديد العقوبة على غرار قالها زميلي المحترم. لما شددنا العقوبات في قوانين المضاربة، روح نشوف السوق اليوم كيفاش راهو تقريبا راهي الامور عادت الى نصابها القانوني. لما شددنا العقوبات ايضا فيما يتعلق بجرائم الفساد ورفعنا البعض منها الى عقوبة السجن المؤبد، ولا كل مسؤول لما يخمم يمضي اي وثيقة يقول لك انا لازم يعني نتحرى الصدق والمصداقية لانه يد العدالة قوية. لما شددنا ايضا على جريمة القتل وقلنا انه لا تساهل مطلقا، اللي قتل لازم عقوبة تكون القصوى، ما كاش فيها تخفيف. شوفوا اليوم لما المجتمع نقدر نقول انه بدا يرجع الى جادة الصواب، تشديد العقوبة يبقى هو الحل الآمن والحل المنطقي لعودة الاستقرار من جديد للمنظومة المجتمعية. أستاذتي الكريمة، نعم، فيما يخص ربما ما ذكرته قبل قليل، البيان أيضا أشار أنه سواء تورط ربما المتهم في قضايا كبرى أو صغرى، ربما في جميع مجالات الحياة، ربما اليوم نصل السيد أمين بن كراودة إلى هذا التوازن الذي تمشي به المنظومة القضائية في الجزائر فيما يخص كل المجالات، ربما لتحقيق التنمية الاقتصادية وتفادي ربما كل أنواع الجرائم. ربما كيف ترون اليوم هذه الرؤية أو ربما هذا المسار الذي تنتهجه الحكومة الجزائرية فيما يخص
مكافحة كل الظواهر الاجتماعية السلبية. شوف، نعاود نعطف ونقول أنه الديناميكية الموجودة على مستوى مجلس الوزراء فيما يخص تعديل قوانين، استحداث قوانين، هذا خير دليل على وجود إرادة سياسية لمحاربة الجريمة بكل أنواعها. لكن أريد أن أعطف من الجانب القانوني فيما يخص جريمة التزوير. جريمة التزوير تمتاز كما يمتاز بعض الجرائم أنه لا تقادم فيها. التزوير من يوم اكتشافه، هذه نقطة مهمة لازم يعرفها المواطن. يعني راك زورت اليوم الوثيقة، بعد 20 سنة يكتشفوا بلي الوثيقة مزورة، تنطالك يد العدالة. هاي الإشكالية، لا تتقادم. هذه نقطة مهمة فيما يخص جريمة التزوير. يعني أنه لازم المواطن يعرف هذا الشيء. اليوم راه وصل لك أمور وأحواله على مستوى الإدارة، أو تحصل على سكن بدون وجه حق، أو انتزع ملكية مواطن آخر بدون وجه حق، أو تحصل على مزايا أخرى على مستوى الإدارة، يمكن في أي وقت من الأوقات أنه يتم اكتشاف التزوير. ضف إلى ذلك أنه رقمنة الإدارة تؤدي بالنتيجة إلى كشف التزوير، يعني أنه الإنسان ما يشوفش الغد. الدولة حقيقة في بعض الحالات، نلاحظ كما قال لي أحد الأشخاص، قال لي الدولة تمشي بمشية السلحفات، لكن تلحقك يوما، اليوم ما تلحقكش، غدوة تلحقك، سواء على مستوى ضريبة أو على مستوى أو وثيقة مزورة أو الحصول على مزية غير مستحقة، يمكن أنه الدولة تكشفها مستقبلا. وبالتالي نظن أنه تعديل هذا القانون وإيجاد كما جاء على لسان زميلتي المحترمة أنه قال النصوص حقيقة تزوير جواز سفر لا يتعدى 3 سنوات، نظن انه كان بنا كان يعني انه كان من الاجدر انه يكون هذا التعديل انفا، لكن تفطنت له الحكومه على راسهم رئيس الجمهوريه في تعديل هذا القانون. نظن انه هذه فيما يخص جانب التزوير، لكن بين الوزاره البيان الوزاري جاء على عده محاور. المحور الثاني الذي كالك والذي يدل على ديناميكيه السياسه من اجل التوجه نحو الامام هي حماية المسيرين. هذه نقطة مهمة جدا أنه جاء به بيان الوزراء حماية المسيرين النزهاء كما قال رئيس الجمهورية، وجاءت في عدة خطابات له أنه يجب أن نفرق بين المسير النزيه الذي يخطئ والمسير الغير نزيه الذي يختلس الأموال أو يتورط في قضية أو يتورط في قضية فساد ويأخذ الأموال لنفسه، جل من لا يخطأ وجل لما يسعى. نظن أنه حبذا وأنه تكون النصوص القانونية، احنا مشروع القانون لازم طلعنا عليه، احنا رانا نتكلموا على الأفكار العامة. نظن أنه النصوص القانونية سوف تكون حاسمة من أجل دفع بالعجلة التنمية إلى الأمام. لأنه لماذا؟ لأنه الآن رأى المسير سواء المحلي أو الوطني من الولايات إلى الوزراء يوجد ما يعرف بهاجس المتابعات القضائية، هذه حقيقة لا يمكن إخفاؤها. وبالتالي إذا وجد نصوص قانونية تبلور وحماية المسيرين النزهاء وترفع، خصوصا لأنها جاءت هذه تتبع فكرة في رفع التجريم عن فعل التسيير، يعني نعم. أنه مجلس الوزراء لمس أنه يوجد على مستوى الميدان يوجد هذه التخوفات من المسؤولين، وبالتالي يجب الإسراع في إيجاد نصوص قانونية لدفع بعجلة التنمية وإعطاء الحماية الكافية للمسؤولين، من رئيس البلدية إلى الوالي، من المدير المحلي إلى الوزير. إيجاد نصوص قانونية التي يعني ترفع القيود على التسيير وميكوش مخاوف من أجل اتخاذ قرارات، وهذا ينعكس بالإيجاب طبعا على حياة المواطن اليومية. طيب، بالحديث ربما عن هذه الأوامر في بالتدقيق في حماية المسؤول النزيه اليوم في الجزائر، من الأكيد أنه يجب أن تكون هناك آليات وضوابط موجودة ربما في هذه الأوامر. برأيكم أستاذة، ما هي أبرز الآليات أو ربما النصوص القانونية التي يجب أن تكون فيما يخص ربما حماية المسؤول النزيه وتحديد الفئة الخاصة؟ نعم، هو حماية المسؤول النزيه كانت في البداية عبر قرار وصف بأنه الأقوى على الإطلاق من طرف الدولة الجزائرية، المتمثل في عدم الاحتداد بما يعرف بالرسائل المجهولة. رسائل المجهولة اليوم قلنا أنها ضيعت من إطارات الوطن ما ضيعت. لكم أن تتخيلوا سيدتي الكريمة أنه في مسؤول يتم تلقي شكاوى مجهولة ضده، تنطلق تحقيقات القضائية بعد 3 و4 سنوات وإن تصل إلى 5 سنوات أو يفوق يتم تبرئة هذا المسؤول بعد أن يكون قد قضى داخل المؤسسة العقابية ما يفوق 2 سنين رهن الحبس الاحتياطي. إذا لم يكن محبوسا يتم توقيفه مؤقتا عن العمل. هذا ما يفسح ربما المجال للقيل والقال. هذا الموظف اللي يقول دائما الإدارة لا تحمي موظفيها الشرفاء، كيف لي وأنا المسؤول الذي رهنت على قطاعي كل الرهان، حاولت نبذل كل ما في وسعي باش على الأقل نبقى متمسك بصفة المسؤول النزيه، فجأة نلقى روحي نفس خلف القضبان. وإذا لم يكن هذا الأمر ف
فنلقاه مشوه السمعة، انتهت أو تحطمت كل مستقبل وأمالي المستقبلية. السيد رئيس الجمهورية قال لا مجال مطلقا للرسائل المجهولة. اللي عندك كلمة، إذا عندك اليوم كلمة ضد مسؤول، روح قابله في وجهه، روح المكاتب سيد وكيل الجمهورية، روح للعدالة، روح للمصالح الأمنية، قال أنا جيت نبلغ ضد فلان ونعطي اسمي أنا كمبلغ والدولة تحميني. لكن الرسائل المجهولة ربما كانت الحماية أو الميكانيزم الأول والرئيسي بالنسبة للمسؤول النزيه. مزيدا ربما من الضمانات اللي تقدم بها تقدمت بها عفوا الدولة الجزائرية بعد سلسلة محاكمات الفساد أو ما سمي بمحاكمات القرن، لما أصبح مسؤول يقعد على منصب المسؤولية يقول سبحان الله رجل راهي أمام، رجل راهي في المؤسسة ورجل راهي في الحراش، أنا نخاف نعطيوني ضمانات. جل من لا يسهو، قالها زميل المحترم، ما أدراكم أنه هذا الخطأ أنا ارتكبته خطأ متعمدا، لربما يكون سوء في التسيير، لربما يكون سوء في تقدير الأمور. الدولة الجزائرية قالت له نعطيه لك هذه الحماية انطلاقا من كونك حسن النية، لكن لما نكتشفوا أنك سيء النية وأنك ارتكبت هذا السلوك من أجل اختلاس مال مملوك للدولة الجزائرية أو من أجل أن تتلقى مزية غير مستحقة أو من أجل أنك ربما تحدث اضطراب في عمل أو سير المؤسسة، ما تجيش تقول اليوم راني حسن النية، هذه قالها غيرك واليوم راه في الحراش. لكن لابد أن تكون في معطيات موجودة في هذا الملف تأكد لي أو تخليني نتأكد أنه هذا المسؤول إنما ارتكب هذا السلوك عن ربما عن نقص خبرة، عن نقص تجربة أو عن حسن نية. هذه الضمانة الثانية أو الميكانيزم المقدم من الدولة الجزائرية بالنسبة للمسؤول النزيه. فضلا عن ذلك سيدتي الكريمة عفوا، في بعض الأمور لمسناها على مستوى المحاكم القضائية، لما يتم تقديم ملفات تتعلق بالفساد سيما لما يتعلق الأمر بثغرات مالية كبرى رغم أن الأمور فيها واضحة، لكن لما يكون التحقيق إداري المحكمة تأمر قبل الفصل في القضية وقبل إدانة المتهم أو تبرئته بإنجاز تحقيق تكميلي، هذا التحقيق يكون عن طريق إعداد خبرات قضائية يتولى القضاء فيها مسؤولية التحقيق في كل الملفات المتعلقة بالفساد. قد تكون ربما هذه أحد الميكانيزمات القوية اللي تطمن المواطن. شوفوا لما الناس تكون الملفات عند المؤسسات الأمنية أو المؤسسات المسخرة من طرف الدولة الجزائرية، المواطن يقول لك لربما ما نديش حقي، لكن مع كل الضمانات اللي تكفلت بها الدولة الجزائرية واللي منحتها للمؤسسات القضائية بإنجازها أولا الأقطاب الجزائية المتخصصة، لما نقول لك أنا في قطب جزائي متخصص في مكافحة الفساد أو ظاهرة الإرهاب أو تبييض الأموال، ما رانيش نحكي على قضاة فقط، نحكي على ناس قضاة أكفاء من خيرة قضاة الوطن، نحكي على خبراء في المحاسبة، خبراء في الهندسة، خبراء في التكنولوجيا، في الرقمنة، خبراء في حتى في الأمور السرية لما يتعلق الأمر بالمراسلات السرية التي تتم عن طريق الأمور التكنولوجية، الرقمنة وما إلى ذلك. يعني باش نحكي أنا على القطب الجنائي المتخصص باش يوصل ملف هذا المسؤول إلى القطب، فهذا يعني أنه الملف في أيدي أمينة، وهذا يخليني نتأكد أنها ضمانة أيضا للموظف النزيه في حال ما إذا متيقن من روحك أنه ما ارتكبتش هذا الجرم، تأكد أنه العدالة راح تعطيك حقك ولو بعد حين. لذلك ربما في نوع من القابلية ومن الطمأنينة بالنسبة لكل المسؤولين المعينين حديثا في مناصب قيادية على أساس أنهم ورئيس الجمهورية أعطانا ضمانات، إذا لم تتحقق هذه الضمانات ورحم نفنا العدالة نثق كل الثقة في مؤسسات القضائية الجزائرية بالنظر إلى نزاهتها وبالنظر إلى كفاءتها من الجهة المقابلة. طيب ربما نستكمل في ذات السياق معك أستاذ أمين من كراودة فيما يخص عملية الموازنة بين ربما رفع التجريب عن التسيير من جهة وحماية المسؤول النزيه ومكافحة الفساد. ربما من الأكيد أنه يجب أن تكون ضوابط ويكون هناك تدقيق في هذه العملية. والله شوف، بحكم عملي وبحكم احتكاكي بالعالم الاقتصادي والمال العام بصفة عامة، نقدر نقول لك نخلونا نكونوا براغماتيين شوية فيما يخص هذا الجانب اللي هو التسيير الذي يؤمن بكل ما هو ملموس. الإشكالية المطروحة على أرض الواقع ما هي؟ أنه يوجد قانون، سواء قانون تجاري أو قانون العقوبات، يوجد المسير ويوجد القرارات، يوجد مجلس الإدارة في بعض الحالات وإن أغلب الحالات يوجد مجلس الإدارة الذي يقرر على مستوى الشركات. الإشكالية المطروحة أين هي؟ أنه لا يمكن تقييد التسيير بنصوص قانونية، من المستحيل، هذه قناعة وصلت لها. يعني كان اجتهاد أحد الدول الذي لا أريد ذكر اسمها أنه تقول يمكن مخالفة القانون لتحقيق العدالة، هذه هي القاعدة التي يجب أن نطبقها في التسيير. راني نتكلم بناء على ملفات لمسناهم في بعض الحالات،
نلاحظ أن المسير محصور بين النص القانوني وإنقاذ الشركة، محصور بين النص القانوني ورفع رفع سقف رقم الأعمال، وبالتالي لا يتغامر. واحد الوقت كانوا يتغامروا المسيرين من أجل رفع الأعمال ويخالف القانون، عندما يتوجه إلى القاضي، يتوجه النقطة الثانية اللي حبيت نثريها، عندما يتوجه القاضي، القاضي طبعا مقيد بالقانون، القاضي الله غالب، يعني أنه ما يقدرش يروح أكثر من القانون، يشوف أنه المسير خالف القانون، رغم أنه هاي الإشكالية المطروحة، خالف القانون رغم أنه كان في صالح الشركة. هذا ما تكلم عليه رئيس الجمهورية، أنه عندما يكون يجب النصوص القانونية جد مهمة لتكون في مشروع القانون تكون واضحة. إذا كان التسيير مرنة سلسة، إذا كان التسيير في بعض الحالات يخالف النصوص القانونية أو إيجاد نصوص قانونية مرنة من أجل حل الإشكالية المطروحة، لأنه هي الحالة بحالها والمشكلة التسيير، ما نقدوش نحكم نعم. النص القانوني نعم. ونطبقه على كل، سمحي لي نعم. استحدث عندها 4 سنين ولا 5 سنوات أنه كل شركة تحدث ما يعرف بالنظام الداخلي فيما يخص لاباساسيون دي مارشي، فيما يخص منح المشاريع، لكن رغم ذلك نلقاو إشكاليات على مستوى الميدان، خصوصا نقولها عن درايه وعن علم، عندما تكون القرارات متخذه على مستوى السي بي يو، مجلس مساهمات الدوله. مجلس مساهمات الدوله نعلم انه في بعض الحالات من اجل انعقاد الدورات تاعو يكون الامور تكون ثقيله من اجل برمجه الملفات، وفي بعض الحالات تنعكس سلبا على اداره طيب. الوزاره او اداره الملف او اداره حتى العمال الذين ينتمون للشركات الوطنيه. طيب نصل الى شق اخر فيما يخص مخرجات اجتماع مجلس الوزراء. دائما في الشق القانوني نتحدث ربما عن ظاهرة تخريب المنشآت القاعدية وشبكات نهب وسرقة تخريب الكوابل النحاسية التي انتشرت مؤخرا في ربما أنحاء الوطن. نتحدث اليوم عن ضرورة مكافحة هذه الظاهرة وعن إجراءات قانونية لردع ربما الأشخاص الذين يقومون بافتعال ربما هذه الجرائم. ربما ما هي قراءتكم القانونية وربما أبرز العقوبات التي يجب أن تكون اليوم؟ شوف، تبدأ الظاهرة صغيرة في الجزائر، ومن بعد المواطن يحس غياب الدولة في بعض الحالات، يقول لك الدولة غايبة، الدولة ماهيش غايبة، وبالتالي لمحاربة هذه الجرائم يعني أنها تبدأ بطريقة محتشمة حتى تتعمم على التراب الوطني، ولينا نناقشوها في مجلس الوزراء من أجل استعداد قوانين لمكافحة الظاهرة. أنا حبذا الرؤية تاعي أنه يجب ردع الجريمة عند بدايتها، لا نتركها تستفحل. نعم. لو طالت المتابعات، لأنه يوجد نصوص قانونية تخرب الأملاك العمومية، يوجد عدة نصوص قانونية متنوعة في قانون العقوبات، لكن الرسالة الموجهة من مجلس الوزراء أنه إحداث نصوص قانونية جديدة لإعطاء ديناميكية ونفس جديد وعقوبة رادعة من أجل يلحق الصدى لكل شخص تسوي له نفسه، رغم أنه وجود النصوص قانونية، لكن حبذا وأنه نستفيد من هذه التجارب، وأنه في حدوث جرائم من هذا النوع تبدأ بطريقة محتشمة وما تتعمم على ظاهرة على كل تراب الوطني، يجب محاربتها في بداية الأمر، ولا نترك أن الظاهرة تستفحل ونناقشها في مجلس الوزراء، لأنه مجلس الوزراء نظن أنه عنده أمور أخرى أكثر أهمية، رفع التجريم عن فعل تسيير، وإذا ناقش هذا الموضوع يعني استفحل وأصبح الظاهرة وطنية، وبالتالي النظرة قانونية تضر ربما أيضا الاقتصاد الوطني. طبعا تضر الاقتصاد، توصل أني قلت لك تبدأ بطريقة محتشمة وتنتهي معممة على كل تراب وطني، وبالتالي الطريقة الأنجع هي محاربة الجريمة في المهدي وليس عند استفحالها وانتشارها على التراب الوطني.